تمام، احنا بس هننتظر دقيقتين وهنبدأ. هنفتح ان شاء الله ازاي ان احنا نحول من الاوتوكاد للفوتوشوب. لو عايزين مثلا تلونوا الرسمه باترن رسامات من الفوتوشوب وتحطوها على برنامج 3 دي ماكس، تقدروا تعملوا الخطوه دي في اي رسمه كلاسيك او مصيبه ارضيه او زخارف اقلاميه وهكذا. تمام، فهنبدأ دلوقتي. انتم ممكن بس تكتبوا حضور ثلاثة. اول خطوة عشان نحول من الاوتوكاد من الاوتوكاد للفوتوشوب، لازم اعمل حاجة اخلي الاصدار الملف اي بي اكس. يعني ايه بي اكس؟ الاي بي اكس ده هو بيبقى بيطلع خطوط بجودة عالية، وفي نفس الوقت اقدر اعمل تعديلات في الخطوط ده ما انا عايز، ودي اللي هنعرفها دلوقتي. بالنسبة للناس اللي اول مرة تشتغل من الاوتوكاد للفوتوشوب، هنعرف ازاي نعرف الملف الاي بي اكس. لازم نعملها في السيتنج بتاعة الاوتوكاد، علشان بعد كده ده اول مره لو بتشتغل على الكمبيوتر اول مره، عشان بعد كده لما تيجي تصدره مثلا قطاعات، تصدره بلانات، تصدره رسمه موتيفه، تقدروا تحولوها من الاوتوكاد للفوتوشوب بجوده عاليه، وتقدروا ترسموا التفاصيل اللي موجوده بالماتيريال اللي احنا هنعرفها دلوقتي على الفوتوشوب بعد ما نعمل الخطوه الاولى. اول حاجه بعد كده برنت، اختار اخر حاجه اسمها مانجر، اخر حاجه خالص مانجر. اوكي بلوت مانجر، تمام صح كده زي ما انا قلت في الاول. هتلاقوا فايل هنا، في حاجه اسمها فايل هنا اد، الفايل دوت بتضغطوا عليها. تمام، الفايل هنا بتضغطوا عليها هيظهر لكم صفحه، هندوس نكست، هنختار ماشي ماي كمبيوتر زي ما هي، بعد كده نكست. في حاجه اسمها هنا في الفايل، هنا في الفايل ادوب، تمام. وبعد كده حاجه اسمها ليفل 2، ليفل 2 هختار ليفل 2، بعد كده نكست. وبعد كده ممكن اعمل لها اسم، اعمل لها نيكل برضه، بعد كده نيكل. اكمل هنا اسم مثلا، اكتب مثلا دي بي اس، دي بي اس تو فوتوشوب، او تخليها زي ما هي عشان بس يبقى السيستم ثابت. هرجع خطوه ونخليها نفس الاسم، نيكل نيكل، خليها مثلا فوتوشوب اي بي اس تو بي اس دي، تمام، عشان تعرفوا تصدروا من الاوتوكاد للفوتوشوب. بعد كده نكت، بعد كده فيل. تمام، دي اول خطوه اعملها، جبتها منين؟ هشرحها لكم تاني. على الاوتوكاد دخلت هنا في الفايل عند البرنت، تمام، مانجر في الاخر خالص هيظهر لك صفحه، هتضغطوا على الايقونه اللي مكتوب كلمه اد فوق خالص، اول واحده هتضغطوا تكتب الماوس وتعملوا نفس الخطوات اللي انا شرحتها دلوقتي. تمام، بعد كده هنمشي الخطوة دلوقتي، هنحول من الاوتوكاد للفوتوشوب. اعلم الرسمة اللي انا عايزها، لازم اعمل مستطيل حوالين الرسمة عشان لو انا عملت تعديلات جديدة اقدر اخد نفس الخط بتاع الرسمة. تمام، اخش بعد كده في الاوتوكاد، اعلم على الجزء اللي انا عايز ارسمه، اعمل مستطيل حوالين الشكل عشان لما اعمل تعديلات اصدرها في نفس اللاين واحطها طبقات لير في الفوتوشوب. تمام، ادوس هنا كنترول بي، اختار الشكل هنا، هتدوس السهم اللي هي المكان، المكان اللي انا بحدد الفايل، كاتب هنا دي دبليو دي 2 بي دي اف اللي انا مش عايزها. هتنزلوا تحت هنا هتلاقوا الفايل اللي انا سميتها على الكمبيوتر هنا موجود، دي واحده اهو اي بي اكس 2 بي اكس دي اهو، ظهر هنا عندي قدامي هنا جاهز على طول. تمام، اختار الفايل وبعد كده اعلم على علامه اللي هي الموجوده قدامكم بلوت 2 فايل، بعد كده ويندوز، احدد الحاجه اللي انا عايزها بس من الاوتوكاد. تمام، واعملها باعلى جوده A0، دي اعلى جوده تبقى موجوده عشان اقدر استخدمها بعد كده. وبعد كده ادوس اوكي، اسيب الفايل، اعملها بالاسم، كاتب باتر 001 اللي هو نفس الاسم فايل الاوتوكاد، اسيبها على الديسك توب، سيف. تمام، الفايل اللي انا هتاخد اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي اهو، او زي ما انتم شايفين كده ده الفايل او امتداد اي بي اس. تمام، اخش على الفوتوشوب، افتح البرنامج الفوتوشوب واسحب الفايل اي بي اس في على الفوتوشوب في الايقونه فوق في صفحه جديده، ظهر لي هنا الجوده زي ما انتم شايفين، الجوده طبعا عاليه جدا، طبعا هي معموله 300 كتير، اقصى حاجه ممكن نكتبها 150. انا طبعا بعمل 600 او 700، لو انتم بتعملوا حاجه بسكيل واحد لواحد، لو مثلا عايزين تعملوا تصميم واحد لواحد عشان تتبع وتحطوها في ديزاين مشروع في اوضه نوم او ورق حائط جرافيك معين،
بتعمله الاسكيل بجوده عاليه عشان تظبطوها، عشان تبقى عارفين ازاي تظبطوا الجزئيه. تمام، هنا خليه طبعا عادي، خليها زي ما هي، مش هتفرق. دي مش محتاجه، لان احنا بنلون الفوتوشوب. لو انتوا عايزين تخلوها بالسنتي بالملي، الحاجات دي برضه موجوده، هيكتبوا المقاس بالملي عشان تديكم المقاس اللي انتوا عايزين تعملوها. طبعا احنا هنخليها زي ما هي، احنا بنتعلم ازاي نلون الصوره. هخلي هنا ار جي بي، لو في الطباعه بخليها تي ام واي كي، بس احنا هنخليها ار جي بي عشان بتشتغل ماب. لو انتوا عايزين تلونوا حاجه وتحولوها على ماب، بعد كده دوس اوكي. ماشي، الرسمه طبعا مش ظاهره هنا، هقول لكم ليه، لان هو بيديني زي خطوط فقط لا غير. اجي هنا، معلش هو الخطوط مش ظاهره هنا عشان انا مش معرفه، بس دي هرجع للخطوط تاني هتاكد من حاجه بقى. كنترول بي، الخطوط موجوده اهو، تمام كده، ممتاز جدا. يبقى انا كده الرسمه عندي موجوده، شايفين الرسمه اللي موجوده قدامكم هنا. تمام، اول واحده، اول اللي قدامي هنا هسميه دي بي اس، عشان ما عدلتش فيه دي بي اس ده، ما برسمش عليه اي حاجه، بخليها خطوط واستخدم الالوان فوق الخط. تمام، هعمل نيو لير واخلي الدي بي اس هو اللي فوق، هو اللي فوق اللي هو الرسمه، ما عدلتش اي حاجه عليه. واللير واحد اعمله باللون الابيض، شايفين هنا الخطوط واضحه بس مش باينه قوي. هقول لكم الخطوات، شايفين هنا هي الخطوط نظيفه جدا، شايفين جوده الخط عامله ازاي. تقدروا ان انتوا تلونوها بشكل كويس، لو عملت زوم اكثر هتلاقي الخط معمول مش مبكس، عشان كده انا طبعتها عملتها على ايزيو. تمام، ده هيساعدنا ان احنا نقدر نلون الشغل بشكل كويس. طبعا انا طبعا مش هلون في نفس اللاير الاي بي اس، انا هلون في الطبقات اللايرات. انا محتاج مثلا رخام، انا عندي هنا في التصميم في الاوتوكاد، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في التصميم الصوره هنا دي معموله اكرة اكرة خشب بكذا لون، يعني ممكن اعمل كذا صوره. انا كده هيبقى محتاج ثلاث الوان اكرة، عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع الوان اكرة، وخمسه اللي هي اللون الاحمر. يبقى انا بجهز الصور الخمس الوان بتبقى عندي، بعمل لها باترن وهنعرفها دلوقتي، علشان بعد كده لما نيجي نلون البلان الصوره تطلع بنفس التصميم اللي انتم شايفينه قدامكم هنا. هنرجع تاني. تمام، احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا اربع درجات الوان، قدامنا درجتين، ان احنا نوزع الالوان وبعد كده نغير الالوان للصوره عشان تعملوا الخطوه مره واحده. فانا كده هبقى محتاج الاي بي اس زي ما هو، اقف على اللاير الزيرو، هعمل نيو لاير اربع لايرات، اكبر بس الصفحه. تمام، هعمل نيو لاير، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام اللي هو أربعة لون، وأتم كل واحدة باسم، يعني أكتب هنا وول وول 01، اثنين ثلاثة. إيه يا نونا؟ هات خزينة تحت اللي فتح الميت، ممكن يقفل الميت بس لو سمحت. طبعا ما تعرفي. مع السلامة. تمام كده انا عملت اربع فولدرات، وعامل كل حاجه بلون، اربع ليرات وعامل كل حاجه بلون. هبتدي بعد كده احدد الرسمه اللي انا عايز اعملها، شايفين هنا الرسمه اللي احنا اشتغلناها خلال فتره الزوم الاول والثاني. عندي الجزء اللي بره ده بني، يبقى انا اعمل سلكت على الاماكن البني كلها مره واحده واحطها لون، ممكن احط درجات الوان عادي، يعني احمر اصفر اخضر عادي، واللون ده هنغير الصوره في الاخر، اللي هنعرفه بالخطوات علشان بس الناس اللي مبتدئه في الفوتوشوب تعرف تستخدم الخطوات دي. تمام؟ عندي الجزء اللي هو الجزء اللي انتم شايفينه هنا، اقف على الاي بي اس، اعمل سلكت فقط لا غير، يعني باخد اذن ان انا بحدد اللي انا عايزه، وبعد كده هحطها في الدائره اللي انا عايز اعملها. اخش هنا.
شايفين هنا عملت وقفت على الامر الموجود قدامكم هنا ممكن تضغطوا دبليو تختار دبليو تمام انا عملت سبميت عملت شيف ادوس شيف واعلم على كل الحاجات اللي انا عايزها انا هلون في نفس اللي ادوس شيف هنا او الخطوط نظيفه جدا لان انا واخدها باعلى جوده في الفوتوشوب عشان كده احنا بنصدره اي بي اس او شايف انا خدت كل الحاجات اللي هي اللي واخده نفس القيمه بحددها برده من بعيد او طلبت جوده كويسه وبعمل في النت اهو لو انا غلطت مثلا وعايز ارجع خطوه بس كنترول زد انا ارجع خطوه تمام انا كده حددت كل الرسمه ارجع بس بشكل سريع اتاكد ان انا محدد كل الخطوط تمام انا كده حددت كل الرسمه طيب الجزء اللي انا عايز احدده هرجع للصوره ثاني اه كده حددت كل الاماكن اللي فيه بني طبعا هنا معمول على 45 يعني الشكل ده معمول على 45 يبقى في الحاله دي ان انا بعمل ربع واحده وبعد كده بكررها بعملها صوره بس هي صوره واكررها بنفس التكرار اللي احنا عملناه في الاوتوكاد احنا بنتعلم ازاي من الاول وبعد كده على نفس الخطوه في الخطوه اللي بعدها انا كده حددت التمبلت دي اول خامه في الخشب اقف في اللير وود 1 واحط لها اي لون مش مشكله اي لون دلوقتي مثلا لون اللون الازرق واللون ده هنغيره الصوره بعد كده تمام بعد كده كنترول دي شايفين الخطوط نظيفه جدا الديتيلز مظبوطه الخطوط بجوده عاليه اقدر استخدمها في اي حاجه كده هرجع تاني اشوف ايه الحاجات اللي ما خدتهاش تقريبا انا ما خدتش الجزئيه دي ما خدتش الجزئيه دي انا بس بتاكد عشان اعمل كل حاجه خطوه بخطوه اقفل الاي بي اس تاني انا سايب الفايل معلش عشان ما نضيعش المجهود اللي احنا عاملينه ادوس سيف تمام اوكي اقف على الاي بي اس تاني وادوس سيف واعمل زوم على الاماكن اللي انا ما خدتهاش دي تقريبا باللون الاحمر هنخليها زي ما هي اه النت كده نفس المكان برضو تمام وهنا برضو تمام دي معموله باللون الاحمر عشان كده متعلمها دلوقتي دي برضو معايا انا بس براجع كله مع بعض خطوه خطوه عشان بس كل حاجه ناخدها بالترتيب الدنيا تبقى مظبوطه معانا في اي مكان كده انا خلصتها بعد كده على الليير اللي هو اود 1 وعدلها برضو لون زي ما انا عملت من شويه اهو كده انا خلصت الخطوه الاولانيه اخش بعد كده في اللون الثاني نعملها الوان بس دلوقتي كده عامل سيف اول باول اللون الثاني انا كده خدت الخلفيه اللون الثاني اللي هي الدايره اللي في النص واخده درجه ثانيه مع الجزء اللي هي الجزء اللي هو اللي في النص برده واخد نفس الدرجه هنعملها برده بلون ثاني انا بس بفتكر الرسمه عشان ما انساش تمام هو في حاجات هنا هتتعدي انك اوكي يبقى هعرف اقف على الاي دي اتش برده تمام واعمل سيلكت هنا اختار كل الحاجات اللي هي هتاخد درجه ثانيه تمام انا كده حددت كله هراجع برضو الالوان ثاني من الصوره قبل ما اعمل اوكي تمام انا كده حددت كله ارجع للصوره ثاني الجزء اللي هنا برضو نفس الكلام اللي هو تحت على طول كده انا حددت الرسمه تمام ارجع برضو للصوره اتاكد بس ان في حاجه ثانيه وبرضو الجزء اللي في النص اللي هو الجزء اللي فيه اللون الاحمر طبعا انتوا بتعملوه على حسب التصميم يعني انتوا على حسب الديزاين اللي انتوا عاملينه بس احنا بننقل زي الصوره عشان نعرف نعمل صور بجوده عاليه لما تيجي تعملوا التصميم بالمك يبقى الريزوليوشن بتاعت الصوره تطلع بشكل كويس انا كده حددت كل اللي موجود هنا تمام ده برضه معايا بس براجع بشكل سريع بس كده تمام قوي اخش بعد كده في الوسط 2 واعمل بلون تاني مثلا باللون الاخضر عشان نعرف نفرق الالوان تمام كده يبقى انا كده حددت اراجع عليها تاني اتاكد ان انا كده بعد كده كنترول بي عشان اخرج من التحديده بتاعت الصوره ارجع تاني كده انا هتاكد تاني بس ان كل حاجه لما انا عملت كده مظبوط كده تمام عندي الدرجه الرابعه اللي هي البرتقاني اللي هي الجزء اللي هي الفوق ده مع الجزء اللي هنا مع الخط اللي جوه تمام دي واخده الدرجه البرتقاني بعد كده اخر حاجه اللي هي اللون الاحمر
ارجع بعد كده اقف على اي بي اي تاني واعمل سلكت. في درجة اللي هي البيت دي هنعملها بدرجة تانية، هنعملها مع بعض دلوقتي، ممكن نعيدها تاني. هاخد بس الجزء اللي هي بتاع الفرقان بس. تمام، انا كده حددت عندي برضه الدائرة اللي جوه برضه باللون الاورنج. انا حددت كل الحاجات اللي واخده باللون الاورنج، اقف على وورد 3 واعملها باللون الاورنج. تمام، بعد كده عندي اللون الابيض دي معموله بدرجه رابعه اللي هو الخشب الرابع اللي هي اخر حاجه. تمام، اقف على الاي بي اس تاني واحدد الخط. كده انا حددت خلاص الخطوط بتاعت كلها، اقف على الوضع 4 واختار لون بيج. تمام، فاضل لي اخر حاجه اللي هي اللون الاحمر اللي في النص اللي موجود هنا، اعمل لير ثاني نيو لير اسميه وود 5. تمام، ابتدي بعد كده اعمل نفس الخطوه، اقف على الاي بي اس، محدش يلون في الفايل الاي بي اس، الفايل الاي بي اس خلاها زي ما هي عشان دي خطوط عمل. هقول لكم الخطوه اللي بعدها ان انا هاكد التقسيمه بتاعت الخطوط كاس هنخليها في الاخر. اقف على الاي بي اس واحدد الجزء اللي انا عايز احدده باللون الاحمر. تمام، بعد كده اقف على وورد 5 اعمله باللون الاحمر. تمام، هقف على الوورد واعمله بعد كده اخد اللون الاحمر اهو زي ما انت شايفين كده، يبقى انا كده خلصت الرسمه. هضغط كنترول اس كده، دي الخطوه الاولانيه. اقدر اسيب اعمل نسخه في ملف فوتوشوب الوان، ملف فوتوشوب مثلا ليه؟ عشان انا لو عايز اغير بعد كده في الليارات اقدر اتحكم في الفايل زي ما انا عايز. يبقى النسخه دي هسيبها اوتوكاد، سيف الفوتوشوب، اعمل سيف تاني. اكتب كولر. تمام، ده النقطة اللي هي خاصة بالألوان فقط لا غير، عشان أقدر أستخدمها أعملها مرة خشب مرة رخام، يعني تقدروا تعملوا أكتر من خامة زي ما أنتوا عايزين. بعد كده أنا سايب نفس الفايل، أكتب هنا ماتيريال. زيرو واحد، لو عايز أعمل كذا أوبشن. تمام، أول خطوة محتاجة إن أنا أعملها لازم أبقى عندي باترن. الباترن ده يكون عندي جوه الفوتوشوب. اعمل باترن ازاي؟ من الحاجات الصور اللي عندي في المكتبه واحطها على الفوتوشوب. افتح الديسك توب دلوقتي، احط اخد كل الصور اللي انا نزلتها من شويه. تمام، اسحبها على الفوتوشوب. والباترن ده ممكن تسيبوها مكتبه تبقى عندكم على الكمبيوتر عشان لما تيجي تشتغلوا بعد كده في اي جهاز تاخدوا السم دوت تشتغلوا بيه على طول، لان هي بتبقى مكتبه زي فكره ال 3 دي ماكس. ال 3 دي ماكس بنعمل خامات ماتيريال بنستخدمها في المكتب. نفس الفكره في الفوتوشوب، الباترن ده كله بيبقى مكتبه مثلا للخشب، مكتبه للازاز، مكتبه للفابريك، بحيث ان انتوا لما تيجي تلونوا البلانات او تعملوا اي خامه تبقى المكتبه دي جاهزه في السيستم عندكم. تمام، الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم هنا
الصوره اللي انتوا شايفينها قدامكم هنا، تمام؟ اعمل سيلكت على الصوره اول حاجه، دي اول خطوه. وبعد كده ادوس ايديت، تمام؟ في حاجه اسمها باتر تحت خالص، او كلمه باتر في الاخر، باتر. اكتب الاسم الباتر، اكتب مثلا وات هنا، وات 001 على حسب ما انتوا عايزين تسموها مثلا، تمام؟ اوكي. يبقى انا عملت اول صوره. الثانيه عامل سيلكت على الصوره برضو، واقف على ايديت، في حاجه اسمها باتر تحت هنا، تمام؟ اكتب هنا وات، وات 002. اوكي، يبقى انا كده حولت الصور الرسمات دي باترن جوه البرنامج الفوتوشوب. وهقول لكم على طريقه، بس مش النهارده عشان حضر لنا بس 8 دقائق والدوم يخلص، هتعملوا التطبيق العملي جزء بس من البلان، جزء من الرسمه، وهتابع معاكم على التليجرام. احنا كده خلصنا طريقه الباترن، تمام؟ اجي هنا الرسمه اللي انا عندي هنا، انا عندي اللون الغامق اللي هو اللون البني اللي انا عامله باللون هنا الازرق، حلو؟ اقف على اللون الازرق هنا، اضغط على الستيل ده مرتين، في حاجه هنا اسمه باتر، ظهر هنا كلمه باتر، اضغط عليها، تمام؟ اضغط على الصوره، ادوس على السهم هنا، هتلاقي الصوره اللي انا عملتها باتر قدامكم هنا موجوده هنا في الجدول جوه الفوتوشوب. عايزها باللون البني، اضغط عليها، شايفين كده؟ الرسمه كده نزلت في نفس الحاجه. طيب عايز اظبط الاسكيل، يظبطوا الاسكيل من هنا زي ما انتم عايزين، اهو زي ما انتم عايزين كده، على حسب المقاسات اللي تبقى قريبه من الحقيقه. يبقى انا كده عملت الصوره الثانيه. اوكي، تمام؟ الموضوع ما خدش مني وقت. اجي بعد كده في الخطوه الثانيه اللي هي اللون الفاتح اللي انا جبتها من على النت، اللي هو الجزء اللي جوه، او اللي هو رقم 2 او 3، هنشوف برضو في الصوره اللي هو الجزء دوت اللي هو رقم 4 تقريبا، رقم 4. اضغط برضو على اللير، اضغط عليها مرتين بالماوس، هيظهر لكم صفحه في باتن، اعلم عليها مفتاح عليها وعكسته جوه، اختار الصوره اهي نزلت زي ما انا عايز. بعد كده اعمل لها سكيل على حسب برضه الرسمه، السكيل طبعا كل ما الصوره تبقى حجمها اكبر، التجاذيع الخشب مساحتها كبيره، بتديني واقعيه في الصوره. بعد كده اوكي، تمام؟ ده كده بالنسبه للخطوه الثانيه. فاضل لي بقى اللون الاورنج. طب اعملها ازاي؟ هجيب من على النت؟ لا، انا هنعملها دلوقتي بالفوتوشوب. ادخل اي لون فاتح، الدرجه اللي انتم شايفينها هنا، تمام؟ اعمل نيو لير واحط اللون الاورنج، اي لون اورنج، تمام؟ على الصوره زي ما انتم شايفين كده، وادخل هنا في القايمه بتاعت اللير هنا، اعمل اوبيكتي شايفين كده، او بغير الالوان هنا، باخد اقرب درجه ليها عشان اجيب اقرب اللون، زي ما انتم بتتحركوا في الاسهم اللي موجوده هنا لحد ما تجيبوا اقرب درجه. اختار مثلا الثانيه، اختار بس الخطوات دي واحده كده، اختار اقرب حاجه، ده اقرب حاجه مثلا، واعمل لها اوبيكتي من هنا حتى ما اجيب الدرجه اللي انا محتاجها. شايفين فرق اللون هنا؟ في فرق في اللون هنا، اللون ما بين الاورنج وما بين الحاجه، حطيت اي لون انت عايزينه، اللون الازرق، اللون الاحمر، اللون الجراي، ايا كان، تمام؟ او عايزين تخلي اللون احمر شويه افتح شويه، مفيش مشكله. انا عملت الخطوه دي، اوكي؟ اجي بعد كده ادوس على 2 لير وادوس كنترول اي عشان يعمل لي التكت ستور. بعد كده اعلم في النت، اعمل لها باترن، باترن واسميها هنا وات وات اورنج، وات اوكي، تمام؟ اجي هنا اللون البرتقالي اللي هي اخر حاجه اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي رقم 3، تمام؟ اقف على الليير 3، اضغط عليها مرتين بالماوس، بعد كده اقف على الباترن، ادخل جوه الباترن، اصلا اضغط هنا، اختار الاورنج، او شايفين الرسمه هنا، بعد كده اوكي. يبقى انا كده عملت تقريبا بالظبط زي الصوره، في تقريبا جزء ما عملناهش هنا، نسينا نعملها عادي خالص، مش مشكله. هتعمله سلكت من هنا، سلكت من هنا، هتقف على اي بي اس، تعمله سلكت كده، وتقف على اللير الاورنج، اللير اللي احنا كنا شغالين عليها دلوقتي، تمام؟ هو اللير اللي هقف على اللير اللي انا عاملها دلوقتي،
وادي لها اللون عادي هيديني نفس الخامه اللي انا عايزها. لو في حاجات ما كانت مش موجوده في بص السكرين اهو كملت الرسم عادي ما فيهاش اي مشكله خالص، طالما الصوره الاي بي اكس جودتها عاليه اقدر اتحكم في الرسمه زي ما انا عايز كده. انا عملت الخطوه دي، فاضل لنا بقى الجزء اللي جوه اللي هو اللون البيت، هنعملها برده بنفس الطريقه. هدوس كنترول زد عشان ارجع تاني، كنترول زد تمام، اخلي بدل اللون الاورنج اللون البيت تمام، خليها افتح شويه اعمل لها اوبجكت هنا، ازود الاوبجكت شويه اغير ال اغير الصوره لحد ما اجيب اقرب حاجه ليها على حسب الشكل اللي هيظهر قدامي تمام. تقريبا انا هاخد اول واحده انا هظبطها بس لحد ما اجيب اقرب حاجه في اللون، دي اقرب حاجه تمام، اعمل لها اضيف حاجه بسيطه عشان ابين التكسر الخشب تمام. بعد كده ادوس كنترول دي، بعد كده اعمل سيلكت كنترول في النت، بعد كده باتر، كل ده من صوره واحده مش لازم ان انا اجيب كل الصوره اللي جاهزه من على النت. اكتب وورد اوكي، اجي بعد كده هنا في الفايل اقف على الصوره اللي انا عايزها اغيرها اللون الاخضر دبليو 1، ادوس تكه مرتين بالماوس باتر، هدوس على الدعم اختار اللون البيج اهو نفس الصوره هنا، بعد كده اوكي تمام. يبقى انا كده حددت اللون اللي هو اللون البيج. فاضل لي اخر حاجه اللون الاحمر ده، هاخده برده نفس اللون بس احطها في القشره بتاعت الخشب. اجي هنا برده نفس الكلام او ممكن تسيبوها زي ما هي عادي، يعني لو حطيتها باللون الاحمر مفيش مشكله. عايزين تعملوها بالظبط برده اخش هنا نفس القصه، ادوس كنترول زد ارجع خطوه كنترول زد واحط باللون الاحمر هنا تمام. يعني ممكن اغمقها شويه ممكن اعمل اللون الاحمر الصوبي افضل لان اللون ده صعب شويه. انا برضه اغير اللون تاني عشان اغير الفلتر بتاعت الصوره تمام، اغير الفلتر خالص، اجيب بس اقرب حاجه مناسبه بالنسبه لي في الالوان تكون هاديه شويه تمام اهو تمام. ممكن اغمقها سنه صغيره بعدها شوية تمام، ممكن برضو اخليها افتح شوية بس الدرجة تكون واضحة. بعد كده ادوس كنترول اي، بعد كده اعمل باتر في النت باتر او باتر على طول، يعني انا لو عملت باتر على طول تنفع مفيش مشكلة، بس انا بعمل في النت عشان انتوا لو عايزين حاجة معينة تعملوها باتر من صوره من مجموعه صور فتعرفوا تعملوا الطريقه دي، لكن لو هي صوره واحده ممكن تعملوا مثلا على طول. اكتب هنا وود